لكم الموت الى اخر المدارس الماس العباد منكا السند السلام عليكم. وادي احمر انا يا نزيد يا نزيد Thank you.
الري الى جوده التراويح التمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ اهلا جوردي زيد فهد بخير. زيد بخير بوجي يا سيد زيد كتب عام وكنت باكل 56 هنا المجاهدون الأكبر
اللهم يا ربي ارحمهم. آمين. اللهم يا ربي قدس روحهم في الجنة. آمين. ألح الشهداء الذين قدموا أرواحهم. آمين. ودماءهم في سبيل الله. آمين. تقبل الله عملهم. آمين. تقبل الله عملهم إن شاء الله. آمين. ملكنا الحسن الثاني اللهم انصره ولا تنصر عليه. آمين. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. آمين. اللهم يا ربي كن له ولي ونصيرا. آمين. ومعين وظهيرا. آمين. اللهم احفظه في صحته. آمين. اللهم احفظه. آمين. اللهم أعنه على القيام بالمسؤولية العظمى الملقاة على عاتقه. آمين. اللهم اجعل كلمته العليا. آمين. أينما حل وارتحل. آمين. اللهم اجعل في قلبه نورا. آمين. وفي لسانه نورا. آمين. وفي يده نورا. آمين. وعن يمينه نورا. آمين. وعن يساره نورا. آمين. ومن فوقه نورا. آمين. ومن تحته نورا. آمين. اللهم بارك فيه. آمين. وفي ولي عهده الأمير الجليل سيدي محمد. آمين. وصنوه السعيد مولي رشيد. آمين. وسائر مفرد أسرته الكريمة. آمين. إنه سميع مجيب. آمين. وحسن الختام. آمين. قراءة الفاتحة طرح من على روح بطل العروبة والإسلام. آمين. وعلى روح الفقيد وعلى أرواح شهداء الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى
يكون فرحين فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحزنوا منهم واتقوا أجر عظيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم آمنوا بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم صدق الله العظيم أيها السادة الغاضب إننا نجتمع اليوم في هذا المحفل الحزين الكريم بقلوب خاشعة وأيادي ضارعة إجلالاً وتكريماً واستغفاراً وترحماً على روح أحد رموز الجهاد والكفاح الوطني إنه فقيدنا العزيز المرحوم الحاج أحمد بوخرين فيظل هذا الاسم خالداً في تاريخ أمجاد أمتنا المغربية من حركة سيد محمد أمجاد وعبر ثورة الريف بقيادة بطل محمد بن عسكريم الخطابي إلى ثورة الملك والشعب وانطلاقة جيش التحرير بجبال الريف نستمع الآن إلى كلمة المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يلقيها السيد القاسم محمد السوداني مقرر المجلس فليتفضل مشكورا. صحابة المقاومين وأعضاء جيش التحرير سيد الكاتب العام بعمالة أقليم الناظور إخواني المقاومين أيها السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ويقول ربنا الغفور الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول عز من قائل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم والله أكبر والحمد لله على كل حال. أيها الإخوة الكرام اسمحوا لي بادئ ببدء أن أشير في هذا المكان المحترم إلى بعض الخصوصيات التي أشعر بها أمامكم إنها تضفي حلتها المهيبة على الحفل البهيج على هذا الحفل البهيج الذي تحيي فيه أسرة الفقيد وأسرة المقاومة بصفة خاصة وأسرة الأقليم بصفة عامة إنها الذكرى الأربعينية لأحد أفرادها وأعضائها النشيطين والمستمرين بنشاطهم الدائم المتميز لفائدة الوطن وهي خصوصية فيترخص في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة. أما العنصر الثاني وهو عنصر المكان ذلكم أننا نقيم هذا الحفل المتواضع في هذا المكان الذي ينتمي جغرافيا إلى أقليم الناظور وقبيلة بني تزن بالذات
وكما تعلمون أيها السادة الكرام ويعلم الجميع، كان هذا الأقليم وسيظل يذكر في التاريخ باسمه الكبير الذي كان سخيا وسخيا جدا في تقديم قوافل الشهداء، سواء شهداء الحرية والاستقلال ووجود الدولة، أو شهداء مقاومة الدخيل الأجنبي والصليبي من أبنائه البررة منذ القدم. شخص فقيد العزيز والمناضل الكبير والخريف حاج حمد تغمده الله بواسع رحمته، صديقنا أبو الخريف حاج حمد من أبناء البررة المخلصين لهذا الوطن، ويندرج في لائحة طويلة لأولئك المناضلين الذين يعدون من المؤمنين الذين قالت الآية الكريمة في حقهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. فقيدنا أبو الخريف حاج حمد من مواليد القرن التاسع عشر، يناهز سنه 100 سنة، وولد بقبيلة بني توزن، وتربى في إحضان والديه، وفي كنف عائلته محترمة ومعروفة عند الخاص والعام، ومتمسكة بمبادئ الإسلام وسنة خير البشر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأجل السلام. وتجدر الإشارة هنا إن التعليم في ذلك الزمان كان قليلا إن لم نقل منعدما، وكان رجال الذل يعلمون أولادهم مهنة الفلاحة والتجارة والدفاع عن الوطن لإسقاط المخططات الصليبية والكنيسة. وإلى هذا الميدان ذهب به فقيدنا منذ نظم الطفولة، وكان رحمه الله يصاحب العلماء ويدارس الأخيار، مما جعله أن يكون مهيئا لجميع مراحل الجهاد المقدس، انطلاقا من جهاد الشريف سيد محمد حمزيان من سنة 1912، ومن جهاد البطل العظيم سيد محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله، والذي كان لفقيدنا والخريف حاج حمد مشاركة فعالة في هذا الجهاد، في هذا الجهادين العظيمين. ومن هذا المنطلق جعله رحمه الله أن يكون أيضا مؤهلا لمعرفة ما يجري على ساحة بلاده، وما يجب على المواطن الصالح أن يقوم به لصالح وطنه ودينه وسيادة بلاده رغم أميته رحمه الله. وعندما أقدمت السلطات الاستعمارية الفرنسية على فعلتها المشينة بكرامة البلاد وسيادتها، قامت حركة المقاومة في المدن من غرب المغرب إلى شرقه، ودوخت دماغ المعمرين والخونة في جميع أنحاء الوطن حاضره ومواده. وفي آخر سنة 1954 جاءت فكرة تأسيس جيش التحرير من طرف قيادة المقاومة، فوقع الاختيار أن تكون هذه الفكرة انطلاقا من النظر نظرا لعدة عوامل. وفعلا بدأت هذه الفكرة تحصي ثمارها، فوضع لها تخطيط متققم شريطة أن يكون المراكز في حدود القبائل المجاورة بين منطقة إسبانيا ومنطقة الفرنسية آنذاك. فأول مركز وقع عليه الاختيار هو منزل المرحوم السيد محمد بوخريف المعروف ببردس رحمه الله، بواسطة القائد محمد رحمه الله أيضا. وطلب صاحب المنزل مهلة ليستشير مع عمه بوخريف حاج حمد، وعندما استشاره أمره أن لا يتخلف عن هذه الأمر، عن هذا الأمر، لأن الوقت حان لاستلاف الجهاد. وكان هذا المركز معروف بدار بوخريف الموجود في أزلاف كما هو معلوم. وفعلا اتسع طرقات الاتصالات وانضمت الخلايا بفضل الرجال الذين لفوا نداء الوطن ونداء الملك محمد الخامس رحمه الله، حين قال عند ركوب طائرة النفي: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. وتدرب فقيدنا على بعض الأسلحة الحديدة وحرب العصابات في المركز المذكور في أزلاف، وفي مركز الرئيسي بمدينة النظر. وفي يوم السبت فاتح أكتوبر 55
التحصين على الساعة 12 ليلاً، وأعطيت الأوامر لإعلان الثورة المباركة بصفة رسمية على الدولة الاستعمارية الفرنسية. مبتدئة ببسم الله متوكلين على الله والله أكبر. وكان فقيدنا بوخريف حاج أحمد رحمه الله من النخبة الأولى التي التحقت بصفوف رجال التحرير، وبعد ذلك تحمل رحمه الله مسؤولية عن إحدى فرقة من فرق جيش التحرير، فكان رحمه الله رجلا شجاعا وصابرا لجميع المحن، وموثوق بأن النصر سيأتي بإذن الله. وكان رحمه الله في مقدمة فرقته يعطي مثالا للتضحية إلى جنود التحرير، وحضر عدة معارك طاحنة مع العدو يطلب الشهادة في سبيل الله وفي سبيل الوطن. هكذا كانت مواقفه رحمه الله في ميدان المعركة والتحرير. ولما حقق الله الأمل وطلعت شمس الحرية والاستقلال، ورجع صاحب العرش إلى عرشه جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله وطراه وأسرته الشريفة، لبى رحمه الله نداء ملكهم فالتحق بالرباط ضمن فرق جيش التحرير وسلم الأمانة إلى صاحب العرش، ورجع إلى حال سبيله. لم يأخذ مكافأة، ولم يمنح له امتيازا، ولم يرتقى إلى سلطة. كان كأن إرادة الله قالت له: إنك كنت تعمل في الأرض ودافعت عن الأرض، سترجع إلى خدمة الأرض. هكذا رجع رحمه الله إلى المنزل الذي خرج منه للشيء الوطن، رجع ليستأنف مقاومته للزمان وليبني أسرة محترمة متمسكة بمبادئ الإسلام وسنة الرسول العظم. فنراه رحمه الله دائما يذكر الله على لسانه صابرا وقانعا ومستقيما، يجالس الفضلاء وحاسب الضعفاء وسائل الطبيعي في عبادة ربه وحياته اليومية. والآن حضرات السادة نستمع إلى كلمة المندوبية السامية يلقيها السيد محمد بن جلون المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأمين صاحب جلالة لائق من الناظور، سادة أعضاء مكتب المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، سادة المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حضرة السادة، إنها للحظة مؤثرة هذه التي تجتمع فيها لإقامة الذكرى الأربعينية لوفاة المجاهد الفذ المرحوم الحاج أحمد بن خريف، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه. لقد فارقنا هذا المقاوم الشهم بعد أن قضى حياة مليئة بجاري الأعمال، حيث واكب مراحل الكفاح ضد الاستعمار وتلقى مبادئ الجهاد في غرض الحرب الريفية التي شارك فيها وخاض معاركها، وهو الشاب يافه كان رحمه الله رجلا راسخ إيمان صادق الوطنية، متعلقا بمقدسات ومقومة بلده، متشبعا بروح الجهاد ومناهضة الاحتلال، معروفا بإخلاقه الحميدة وخصاله الكريمة وشجاعته الفطرية. وقد تجلى جهاد الفقيه بشكل بارز في ثورة الملك والشعب، خصوصا بعد نفي المغفور له محمد الخامس طيب الله وطراه ووالد سره ورفيقه في الكفاح جاد الملك الحسن الثاني نصره الله والأسرة الملكية المجاهدة، حيث انضم إلى صفوف إخوانه ورفاقه في الكفاح من أبناء الريف الأشاوي، تعذيرا عن استنكاره للمؤامرة الاستعمارية الدنيئة واستعداده لخوض غمار كل المواجهات فداء لملكه ودفاعا عن وطنه. وهكذا كان الفقيد الراحل في طالعة جيش التحرير بالشمال، وكان منزله مركزا هاما يلتقي فيه المجاهدون، وقد شارك مشاركة فعالة في العديد من العمليات التي خاضها أفراد هذا الجيش الباسل لضد قوة الاحتلال، أظهر
خلالها شجاعات نادرة واستعدادا لفطري للتضحية من أجل كرامة البلاد وعزتها، ونظرا لما برهن عنه من حنكة واستباتة أثناء الاشتباكات والمواجهات العنيفة مع الجيوش الاستعمارية، فقد أسندت إليه مهام ومسؤوليات كبرى في قيادة جيش التحرير، حيث عين مسؤولا ليتولى تسيير العمليات ولقيادة المعارك والتخطيط لها تخطيطا محكما هدد مراكز الوجود الاستعماري ومواقع. أيها السادة، لا غرة لذلك، وفقيدنا العزيز ينتمي إلى مناطق عرف سكانها الأشداء بغيرتهم الوطنية وتشبتهم بمقوماتهم ومقدساتهم وبإخلاصهم للعشر العالي والمجيد، وهو الذي شارك في خوض الغمار المواجهة مع الإسبان المعتادين لقيادة الشريف أمزيان والبطل محمد بن عبد الكريم الخطابي من بعيد. فإقليمكم لقد للعدو دروسا في القتال، وقام بأبرز دور في تكوين جيش التحرير وأعماله، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنه الإقليم الذي غفت بشطانه برأس كبدان الباخرتنا القادمة من الشرق العربي محملة بالأسلحة، وقد كان إنزال هذه الأسلحة وإخفاؤها ثم تمكين المجاهد منها بالمغرب وبالجزائر كذلك من الأعمال التي يذكرها التاريخ لأبناء هذا الإقليم بكل افتخار ويخلدها في سجلاته، كما قدم كل الدعم والعون للأشقاء والجيران في محنتهم، وشارك المشاركة الفعالة لاستكمال الوحدة الترابية للمغرب والدفاع عنه. ومهما قلنا في حق فقيدنا فإننا لن نفي حقه، وحسبنا أننا في هذه المناسبة أن نؤكد اعتزازنا بهذا المجاهد وبأمثاله من أبناء المغرب البررة، ونعبر عن غرورنا ووفائنا لذكراهم وترحمنا على أرواحهم الطاهرة، ليظلوا ذاكرة الأجيال خير مثال لحب الوطن والدفاع عن مقدساته. رحمه الله شهداء المعنعمين وفي طالعتهم أبي الوطنية وبطل التحرير المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه، وحفظ بالسبع المثاني وارث سره موحد الأمة جلالة الملك الحسن الثاني، وأقر عينه بسمو ولي العهد أمير الجليل سيد محمد وصنه السعيد مولى رشيد وسائر أفراد أسر الملك الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. نستمع الآن حضرات السادة إلى كلمة رئيس جماعة القرارية لمدار السيد محوت أحمد فريدوف المشكورة. سعادة العامل المحترم سعادة المدير الثاني المدير الثانية المقامة وعلى الجيش التحرير، أيها الحضور الكريم، إنه ليوم عظيم وتاريخي ومشهود هذا اليوم الذي نجتمع فيه آتين من كل حد وصوب من المملكة من المدن المملكة المغربية لإحياء هذه الذكرى الأربعينية لوفاة مذكورنا ومرحومنا الحاج أحمد بوصيف الذي أخذته المنية بعد مرض وضعف لم ينفع معه علاج ولا دواء. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. أيها الحضور الكريم، لله ضره من بطل مقاوم ناصر الحق وجاهد في سبيله وكافح وناضل بكل نفس ونفس فداء لهذا الوطن الأغر ودفاعا عن العرش العلوي المجيد وإعلاء لكلمة الله، فإن حرم من الشهادة في الميدان فإنه لم يحرم
من أجل الجهاد، وهو أفضل كما عبر عنه صلى الله عليه وسلم. قيل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بادئ لبدء أيها الإخوة الأفاضل، باسم جماعة منبار وسكانها أرحب بكل ضيوفنا الأعزاء الذين أبوا إلا أن يحضروا معنا في هذا التأثيم أي ما في الحار، ونشكرهم على اهتمامهم وعنايتهم بنا وبأسرة فقيدنا المرحوم الحاج أحمد بخري، ونلتمس منهم ومن الجميع الصفح والعفو على ما عانوه من متاعب ومشقات أثناء ترحالهم إلى هذه الجماعة ليحضروا معنا في هذا التأثيم الحديث، لأن المرحوم كان عزيزا علينا جميعا سواء في أسرته الصغيرة أو في أسرته الكبيرة، وأعني بها أسرة المقاومة التي أبت إلا أن تنظم هذا اللقاء وأن تحضر بكثافة وبأعلى حرمها في التمثيل والتسليم. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا المنزل بالذات توفي مرحومنا ومرحومنا الحاج أحمد بخري، فقد فضل الموت هنا حتى لا نتعب ونصعد إلى سكناه القصري بإثره. وقال حينما كان حيا لولده الشيخ إدريس: أنني لا بد أن أدفن في جماعة ميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع الآن إلى كلمة المجلس العلمي الإقليمي للناظور، يلقيها الأستاذ علال عبد الحميد، ولتبدأ مشكورا. سيادة عام الإقليمي الناظور المحترم، السادة أعضاء المقاومة وجيش التحرير، بادئ ببطء أن نرحب بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم البيان وجعله آثارا من روحه عند الإنسان، والصلاة والسلام على نبي الأمة، أما بعد، فيقول الله تعالى: كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم ليوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويقول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله تعالى: أولم نذكركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولنا اليقين والتأكيد بأن الفقيد حاج أحمد والخريف يندرج ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه كان مناظرا مجاهدا مدافعا عن الوطن، ساهرا موحدا في سبيل الله، مكافحا من أجل استرجاع البلاد ونصرها من يد العدو الغاشم. وقد بقي على هذه الحالة إلى أن سافر من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الباقية، ولم يجد هذا المناضل الكبير ولم يجاهد هذا المناضل الكبير من أجل المجد أو الشهرة أو الجاه أو الثروة أو السعادة أو العظامة، وإنما جاهد في استقلال بلاده، وإنما كانت أمنيته المنشودة أن يرى بلاده مستقلة. وكان المرحوم الحاج حنفرخي صادقا في أعماله وأقواله
مبادئه وآرائه حرا فيما يحب حرا فيما يكره، وقد تقبل ما يقابله في مسالك الحياة غاشا جادا ثابتا ساغرا متجلدا. لذلك سلك المرحوم حسن هذا المسلك وعلاه إن أكبر شيء يحفزه إلى العمل والنضال ويزيل من قلبه الخوف والتردد هو البحث عن الحرية التي هي وقود العزم والسعي، وقد كانت ولا تزال دائما أفضل مزية يحق الدفاع عنها ضد العوامل المتسلطة التي تحاول أن تسلبها من الإنسان وهي أعز ما يملك. فالحاج أحمد والخريف مقدام بالفطرة وشجاع بالطبيعة، وهو إلى جانب ذلك ثابت في كل شيء، ذو عزم ومضاء تختمر الفكرة في ذهنه ويقتنع بها، ثم لا يلبث أن يصبح هذا الاقتناع إيمانا ثم سعيا إلى تحقيق الفكرة ونضالا في سبيلها، وهو لا يتردد ولا يتكهكر ولا يشمل أبدا، يقدم على التضحية والبذل حتى تتطلب ذلك الفكرة التي يعمل على تحقيقها أو المبدأ الذي يكافح من أجله. وإن الفقيد حاج أحمد بورخيف كان حرا وفيا لوطنه وزملائه وقريته هذه دؤوبا مثابرا شهما صريحا، ولا يخشى أحدا منه منذ وجد إلى أن وافاه الأجل المحتوم. ذلك ما تعهدنا فيه، وقد وقف صامدا ضد الاستعمار راهنا نفسه في ساحة القتال مستلقيا متسلقا قمم الجبال وسهوحها حتى احتق الله آمال المغاربة كلها. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نقاوم الفقر ونقاوم الجهل ونقاوم الطبيعة، وهذه هي أوامر صاحب الجلاء التي كانت تنفذ والتي أتت أفضل الثمار وأتت الذهب والفضة من كلمات أمين المؤمنين نصر الله. وشكرا ورحم الله الفقيه ورحم الله جميعا ورحم الله المقاوم الأول جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اكرم مولانا امير المؤمنين بما كنت به لعبادك الصالحين،
اللهم حرسه بعينك التي لا تنام، اللهم اجبر اثراه وزين بالمحاسن اعتراه، وخلف في الصالحين ذكراه، اللهم افتح به وعلى يديه، اللهم وفقه الخير وعين عليه، واصلح اللهم به البلاد والعباد، واجعله لنعمك من الشاكرين، اللهم احفظه في ولي عهد الامير الاعجاز سيدي محمد، وصله السعيد مولى رشيد، وسائر افراد اسرته الملكيه الكريمه، انك على ما تشاء قدير، وبالاجابه جدير. وسيدي الفقير في يوم رحمه وصيب، اللهم اسكنه في اعلى عليين مع اصحابك المرسلين واصفيائك المقربين واخلائك الصالحين، واجعل قبره روضه من رياض الجنه، واجعل ذلك الشارع الذي يطلق عليه اسمه شارع ايمان واسلام وثقة وسلام في مدينه الماضر، امين.